بعديها احسن رجاله. نفسي اضربهم علقه ثانيه. متغار كفايه بخرب بيوتهم. علقتين في يوم واحد؟ انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم. عجبي. طب والعامل؟ انا هقوم اخد حمام. خد لي معاك انا مش قادر. ضريحة بيبي نار فل بالزيت الحار قلبي مولع نار. اسمر اسمر راني ابو دم خفيف. انت لسه بتيجي هنا؟ في موضوع خطير عاوز اقولك عليه. مش معقول. انا شفته بعيني. يا الميت كلم. هاي يا جماعة وحياه بابي احنا مظلومين في حكاية حسونة وزغلول دول. اتحدى اي واحدة فيكم تشوفنا مع بعض احنا الاربعة. اصلا ما تجيش. اصلا انا وهم. ايوه تعرف يا ناهد حسونة بيموت فيك. ده زغلول بيموت في دباديبك يا نجو. ما تشيلي دي يا حبيبتي اللي مبلولة تهدي برد. ميرسي. وانت في ديك الساعة يا نجوى لما تلاقي شاب حلو زي الفل كده بيحبك وعايز يتجوزك. انت جعانه للدرجه دي يا حبيبتي؟ قوي قوي يا روحي. بالهنا والشفا. ماشي هموت. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ناخد الهدوم والكتب. خش هاتوا. ازاي؟ تعال. اطلع فوقي. اطلع. شايف ايه من عندك؟ شايف خير اللهم اجعله خير. عايزين اكل رقبيكم. بص على ايه ده؟ اه مين ادم مطر بكايتكم؟ ايه يا زغلول ده؟ هي بتمطر ولا انت عملت حاجه؟ غرقني. كنتوا بتعملوا ايه؟ لا ابدا. كنت بقطف ورده علشانه. علشانها. علشاننا. وايه الهدوم دي؟ انتوا بلاقيها رجاله ولا ستات؟ رجاله. سرقة رجال كرسال. سرقالة كرسال. سرقة رجال فلنكات. طب تعالوا معايا. يا
ما تعيطيش يا اختي انت وهي. بعد ما تخرجوا من هنا عندي لكم شقه مفروشه. فين؟ صحيح، ربنا يخليك. ساكن فيها راجل يعجبكم قوي. خلاص عقول يا ولاد. عندي عيال والله. عقول يا ولاد وهي دلوقتي. السلام عليكم. اهلا يا فندم. في عندكم اتنين ستات رجاله، قصدي اتنين رجاله ستات. لا قصدي اتنين رجاله لابسين ستات، مش كده؟ ايوه يا فندم. ممكن ادفع الكفاله بتاعتهم؟ ممكن يا فندم. استاذ حمدي انقذنا من الضياع، جعلوني مجرما، بقينا ثقال في الوحش. ما تخافوش انا جاي اخدكم، ما تخافوش. بس هنروح فين دلوقتي؟ نروح في اي حته، بس المهم ان احنا نسيب الفيلا دي. يا خساره. من فضلكم دي فيلا الاستاذ حمدي كامل؟ لا دي فيلا الاستاذ فرافيرو. ليه؟ عايزين أوضة؟ لا احنا لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون. في حاجة؟ احنا جايين نعين الفيلا عشان نستلمها. تستلموها؟ ليه؟ صاحبها اتنازل عنها لتحويلها لبيت للطالبات تديره إدارة المدينة الجامعية. اتنازل عنها النهاردة؟ التنازل كان يوم 16. يا بخت اللي هيسكنوا فيها. مش انتوا ساكنين هنا؟ كنا. ده شرطه الوحيد، ان تبقى جميع الساكنات الاصليات فيه وبنفس الاجره اللي كانوا بيدفعوها ولحد ما يتخرجوا من الجامعه. لازم نشوف حمدي، احنا لازم نشكره. يلا يلا يا حمدي يا روح قلبي. ميرسي يا روح. ميرسي يا حمدي. ده انت مود هايل يا حمدي. متشكر قوي، لكن انا صعبان علي قوي، حسونا وشغلونا. الحقيقه طول ما هم معانا ما عملوش اي حاجه وحشه. يا ترى هما فين دلوقتي؟ غسيل على مين بكره؟ علي انا يا سي زغلول. حسونا ماهد. يلا بينا يا بيسا. على فين؟